حزمة من المساعدات الخليجية قدمتها دول الخليج للبحرين لإنقاذ اقتصادها من الانهيار. الحزمة التي بلغت قيمتها 10 مليار دولار جاءت بعد أن تصاعد حجم الدين العام ليصل إلى 100% من إيرادات البحرين، وبعد أن انخفض احتياطي العملة ليغطي واردات 30 يوما فقط وفقا لتقديرات مؤسسات ائتمانية عالمية مثل مؤسسة مودريس. الآن حسبنا الدين العام حوالي 13 مليار، احنا حسبنا ان حوالي 7 من ال 13 مليار لم يأتي من الميزانية الحكومية اللي أقرتها مجالس النيابية. 7 من 13، هذه كلها مصروفات لم تمر عبر مجال، وهذه أول قضية، أكبر قضية. الشعب البحريني كان يعول على هذه المساعدات لتحسين الوضع الاقتصادي، لكن ذلك لم ينعكس على واقعه بالرغم من إنفاق نصفها. طبعا مساعدة الإخوان، الصندوق التنموي الخليجي لا ننساه، عندنا 7.5 مليار دولار نصرفها على الإسكان والطرق والكهرباء والماء والتعليم وكل الأشياء اللي تهم المواطن، وفي هال يعني طبعا صرفنا منها 2.5 أعتقد لهذه اللحظة، وباقي لنا إن شاء الله 5 في الفترة القادمة، فالخير جاي. هذه الأزمة الاقتصادية انعكست على قطاع التعليم الذي لم تحسنه حزمة المساعدات، بل إنه تدهور أكثر. رسالة حاب أن أتوصل لوزير التربية والتعليم. في مدرسة المنذر الابتدائية للبنين، أولياء الأمور معتصمين والطلبة مضربين عن الدراسة بسبب إلغاء الصف مالهم وتوزيعهم على بقية الصفوف بحجة أن ماكو مدرسين، وسحبوا المدرس مالهم ونقلوه إلى مكان ثاني. وأما البطالة فقد تفاقمت حتى لم يعد لأهل الشهادات العليا مكان في سوق العمل، وخاصة المعلمين والمدرسين. متخرج ماجستير من جامعة بونا في الهند، بس للأسف ما حصلت الوظيفة اللي أنا كنت أطمح لها، فراجعت كل الدوائر الحكومية بما فيهم وزارة العمل، بما فيهم وزارة التربية والتعليم، مع الوعود اللي عطونا إياها، لكن للأسف لحد الآن من 2010 متخرج لهذا اليوم ما رزقت بالوظيفة اللي كنت أطمح إليها. وأما السر الكامن وراء ذلك، فإن هذه المساعدات تأخذ طريقها لشراء الأسلحة الأمريكية أو للإنفاق على ملذات الأسرة الحاكمة والسباقات التي يعشقها أبناؤها، وفي مقدمتهم نصور المعجزة.